السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. درس النهاردة يا أولاد بيتكلم عن أخي الإنسان، وفي هذا النص بيتناول الشاعر نداء حب وأخوة منه إلى أخيه الإنسان في كل مكان، سواء كان في المشرق أو المغرب، وأنه يؤكد على أننا جئنا إلى هذه الحياة لنعيش إخوانا متحابين متعاونين حتى نستطيع أن نحول دنيانا إلى جنة يعمها الحب والسعادة والرخاء، وأننا لابد أن ندعو إلى المحبة والسلام ونبذل الخلافات والصراعات، فإن الهدف الحقيقي من الحياة التي نحياها أننا لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده، لابد أن يتعاون أو أنه يعيش مع ناس يحبهم ويحبونه، وإن احنا لابد إن احنا نترك الخلافات والحروب، وأنه لا فرق بين أبيض أو أسود. تعالوا أولاد نتعرف على أبيات هذا النص. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق بحبك يا أخي الإنسان. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، فهيا يا أخي الإنسان. تعال نقرأ مرة تاني. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق بحبك يا أخي الإنسان. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، فهيا يا أخي الإنسان. تعالوا أولاد نتعرف على قائل هذا النص وماذا تعرف عنه. يبقى قائل هذا النص هو الشاعر عيسى الناعوري، هو شاعر فلسطيني نشر القصة والرواية والشعر ودخل في ميدان التدريس، ومن أهم أعماله طريق الشوق وأدب المهجر وأناشيدي. تاني، يبقى هو شاعر فلسطيني نشر القصة والرواية والشعر ودخل في ميدان التدريس، ومن أهم أعماله طريق الشوق وأدب المهجر وأناشيدي. تعالوا أولاد نتعرف على مناسبة النص. مناسبة النص إن الشاعر بيدعو الإنسان في كل مكان سواء كان في المشرق أو المغرب إلى المحبة والسلام ونبذ الخلافات، يعني البعد عن الخلافات والحروب والصراعات، لأن الهدف الحقيقي من الحياة التي نحياها أننا لا نستطيع أن نحيا بمفردنا، ولا بد أن نعيش معا أحب. تعالوا يا أولاد نتعرف على الفكرة الأولى في النص. الفكرة بتقول لا فرق بين بني الإنسان. أخي في العالم الواسع في المغرب والمشرق، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق بحبك يا أخي الإنسان. الأول هنتعرف على مرادفات معاني النص. معنى نبذ يعني ترك أو الابتعاد عن، نبذ يعني ترك أو الابتعاد عن. معنى جوهرك يعني أساسك أو أصلك. معنى المطلق العام أو الشامل. أمد يدي أبسطها فصافحها أي سلم عليها، يخفق ينبض بشدة. تعال نتعرف على الكلمة مضادها. مضاد كلمة المطلق الخاص، مضاد كلمة فصافحها يعني تجاهلها أو اتركها، مضاد كلمة الواسع الضيق، مضاد كلمة أحباء أعداء. نتعرف على الكلمة وجمعها. جمع كلمة الشاعر الشعراء، جمع كلمة اليد الأيدي أو الأيادي، جمع كلمة الإنسان الأناسي، جمع كلمة جنة جنات أو جنان، جمع كلمة الهدف الأهداف.
تعالوا يا أولاد نتعرف على شرح هذه الأبيات. يدعو الشاعر الإنسان في كل مكان إلى المحبة والسلام ونبذ الخلافات، لأنه لا فرق بين بني الإنسان من حيث في أي مكان في العالم الواسع، سواء كان في المشرق والمغرب، لا فرق بينهم من حيث اللون، سواء الأبيض أو الأسود أو الأصفر، فكلهم من أصل واحد وهو آدم وحواء. ويتمنى أيضا الشاعر أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين إذا مد يده ليصافح أحدا أو يسلم عليه، لأن ذلك يجعل قلبه يشعر بالفرحة، وبلقاء الأيدي ينبض بشدة معبرا عن تلك الفرحة. يبقى الشاعر بيدعو في هذه الأبيات إلى في كل مكان، سواء في المشرق أو المغرب، إلى المحبة والسلام ونبذ الخلافات، وأنه لا فرق بين بني الإنسان في أي مكان، سواء المشرق أو المغرب، لا فرق بينهم من حيث اللون، سواء الأبيض أو الأسود أو الأصفر، فكلهم من أصل واحد وهو آدم وحواء. وأيضا يتمنى الشاعر في هذه الأبيات أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين إذا مد يده ليصافح أحدا أو يسلم عليه، لأن ذلك يجعل قلبه يشعر بالفرحة ويعبر عن تلك الفرحة بلقاء الأيدي. تعالوا يا أولاد نتعرف على مواطن الجمال في هذه الأبيات. المواطن الأول في المشرق والمغرب. في المشرق والمغرب، قال لك ده تعبير جميل، حيث ذكر فيه الشاعر لفظين متقابلين للدلالة على أنه يخاطب كل إنسان دون تفرقة أو تمييز. يبقى هذا تعبير جميل، ذكر فيه الشاعر لفظين متقابلين للدلالة على أنه يخاطب كل إنسان دون تفرقة أو تمييز. طيب المواطن الآخر هو الأبيض والأسود. الأبيض والأسود، قال لك ده تعبير جميل، أتى فيه الشاعر أيضا بلفظين متقابلين اللي هو الأبيض والأسود، للتأكيد على عدم التفرقة بين أي إنسان وآخر من حيث الجنس أو اللون أو الدين. يبقى تعبير جميل، ذكر فيه الشاعر لفظين متقابلين هما الأبيض والأسود، أيضا للتأكيد على عدم التفرقة بين أي إنسان وآخر من حيث الجنس أو اللون أو الدين. طيب المطلق، استخدم الشاعر هذا اللفظ العام، إن المطلق يعني العام، استخدم الشاعر هذا اللفظ العام ليدل على مبدأه في عدم التفرقة بين بني البشر. يبقى استخدم كلمة المطلق وهي العام ليدل على مبدأه في عدم التفرقة بين تعالوا يا أولاد نتعرف على باقي الأبيات في هذا النص. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا، ونسعد بالحياة معا أحباء وإعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، فهيا يا أخي الإنسان. أولا عايزين نتعرف على مفردات هذا النص. معنى كلمة أحباء يعني أحباب وإخوة. معنى كلمة أعوانا يعني يساعد بعضنا البعض. معنى شئنا أردنا. معنى أحلنا حولنا وجعلنا. معنى جنة الفردوس يعني أعلى منزلة في الجنة. هيا يعني تعالى بسرعة. طيب الكلمة مضادها، مضاد نعيش نموت، مضاد نسعد نشقى، مضاد جنة النار. الكلمة وجمعها، جمع العالم العوالم، جمع الأسود السود أو السودان، جمع الحياة الحيوات، جمع الدنيا الدنا، جمع الفردوس الفراديس. تعالوا يا أولاد نتعرف على شرح هذه الأبيات. شرح هذه الأبيات بيقول أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا بمفرده، والهدف الحقيقي من حياة الإنسان أو من الحياة التي نحياها أن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة،
وأن يتعاون كل البشر فيما بينهم في حب ومودة حتى يستمتع كل منهم في حياته ويعيش في سعادة. وإذا تعاون البشر فيما بينهم تحولت حياتهم إلى جنة على الأرض. وأخيرا بيدعو الشاعر أخاه الإنسان إلى مشاركته في رحلة الحياة المليئة بالسعادة والتعاون والمحبة. يبقى الشعر في هذه الأبيات أن الإنسان لا يستطيع أن يحيا بمفرده، والهدف الحقيقي للحياة التي تحياها أن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة، وأن يتعاون كل البشر فيما بينهم في حب ومودة ليستمتع كل منهم في حياته ويعيش في سعادة. وإذا تعاون البشر فيما بينهم تحولت حياتهم إلى جنة على الأرض. وأخيرا في هذه الأبيات بيدعو الشاعر أخاه الإنسان إلى مشاركته في رحلة الحياة المليئة بالسعادة والتعاون والمحبة حتى تتحول الأرض إلى جنة. تعالوا أولاد نتعرف على تدريبات هذا النص. اذكر الفكرتين الأساسيتين في النص. اذكر الفكرتين الأساسيتين التي يدور حولها النص. الفكرة الأولى تدور حول أنه لا فرق بين بني الإنسان من حيث اللون أو الجنس. لا فرق بين بني الإنسان من حيث اللون أو الجنس. والثانية حول هدف وجود الإنسان على الأرض هو أن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة. يبقى دي الفكرة الأولى. والفكرة الثانية حول هدف وجود الإنسان على الأرض هو أن يعيش بعضهم مع بعض في سلام ومحبة. السؤال الثاني، ماذا يتمنى الشاعر إذا مد يده؟ ماذا يتمنى الشاعر إذا مد يده؟ يتمنى الشاعر أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين حتى يصافحوه. يبقى يتمنى أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين. السؤال اللي بعده بيقول، لماذا تمنى الشاعر ذلك؟ لماذا تمنى الشاعر ذلك؟ قالك لأن ذلك يشعر قلبه بالفرحة فيحس بيد من يصافحه من خلال نبضات قلبه. لأن ذلك يشعر قلبه بالفرحة فيحس بيد من يصافحه من خلال نبضات قلبه. ما هو هدف وجود الإنسان على الأرض من وجهة نظر الشاعر؟ ما هو هدف وجود الإنسان على الأرض من وجهة نظر الشاعر؟ قال لك الهدف الرئيسي أو الأساسي هو أن يعيش الإنسان مع بعضه البعض في سلام ومحبة وتعاون. أن نعيش أو يعيش الإنسان مع بعضه البعض في سلام ومحبة وتعاون. طيب من وجهة نظر الشاعر ماذا سيحدث إذا طبق الإنسان الهدف منه؟ من وجهة نظر الشاعر ماذا يحدث إن طبق الإنسان الهدف منه؟ قال لك ستصبح الدنيا مثل الجنة. ستصبح الدنيا مثل الجنة. تعالوا نتعرف يا أولاد على هذا السؤال. لماذا جعلنا الله شعوبا وقبائل مستشهدا بالقرآن الكريم؟ لماذا جعلنا الله شعوبا وقبائل مستشهدا بالقرآن الكريم؟ قال لك حتى نتعرف. الدليل على ذلك قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. معنى ذكر أو أنثى هنا الآية، والمقصود بها آدم وحواء. طيب معنى لتعرفوا أي ليعرف بعضكم بعضا. الآية هنا بتوضح لنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى وهم آدم وحواء، وأنهم جميعا عند الله سواء لا فرق بينهم، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم
ليتعرف بعضهم على بعض، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. تعالوا نتعرف، ما الميزة التي يفضل الله الناس بها؟ ما الميزة التي يفضل الله الناس بها؟ الميزة هي التقوى. يبقى الميزة يلا بينا نتعرف على التدريبات على هذا النص. اقرأ ثم أجب. أخي في العالم الواسع في المشرق والمغرب، أخي الأبيض والأسود في جوهرك المطلق، أمد يدي فصافحها تجد قلبي بها يخفق. السؤال الأول بيقول هات ما يأتي، معنى جوهرك، جمع المشرق، جمع المغرب. معنى جوهرك المقصود بها أساسك أو أصلك، أساسك أو أصلك. جمع المشرق المشارق، جمع المغرب المغارب. السؤال اللي بعد بيقول من قائل هذا النص، وما جنسيته، وما أهم الأعمال التي قام بها. يبقى قائل هذا النص هو الشاعر عيسى النعوري، وهو شاعر فلسطيني. طيب ايه هي أهم أعماله؟ قال لك أهم أعماله هو طريق الشوك وأدب المهجر وأناشيدي. يبقى قائل هذا النص هو الشاعر عيسى النعوري، وهو شاعر فلسطيني، وأهم أعماله هي طريق الشوك وأدب المهجر وأناشيدي. طيب ما الذي يدعو إليه الشاعر ويتمناه؟ ما الذي يدعو إليه الشاعر ويتمناه؟ يدعو الشاعر إلى أن يمد يد المصافحة لأخيه الإنسان. يبقى يدعو إلى أن يمد يد المصافحة لأخيه الإنسان. وماذا يتمنى؟ يتمنى أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين ليصافحوه. يبقى يتمنى أن يجد المبادرة وسرعة الاستجابة من الآخرين ليصافحوه. تعالوا نتعرف يا ولاد على باقي تدريبات هذا النص. لقد جئنا إلى الدنيا معا لنعيش إخوانا، ونسعد بالحياة معا أحباء وأعوانا، ولو شئنا أحلنا جنة الفردوس دنيانا، فهيا يا أخي الإنسان. السؤال الأول بيقول هات معنى أحلنا، ومضاد جئنا، ومفرد أعوان، وجمع جنة، وجمع الحياة. طيب معنى أحلنا يعني حولنا أو جعلنا. أحلنا يعني حولنا أو جعلنا. مضاد جئنا ذهبنا، مضاد جئنا ذهبنا. مفرد أعوان عون، مفرد أعوان عون. جمع الجنة جنات أو جنان، جمع جنة جنات أو جنان. جمع كلمة الحياة الحيوات، جمع كلمة الحياة الحيوات. السؤال الثاني بيقول ما هدف وجود الإنسان في الدنيا كما تفهم من البيت الأول؟ ما هدف وجود الإنسان في الدنيا كما تفهم من البيت الأول؟ يبقى هقول الهدف من وجود الإنسان أن نعيش معا في سلام وأخوة أحباء وأعوانا. يبقى أن نعيش معا في سلام وأخوة أحباء وأعوانا. السؤال اللي بعده بيقول كيف يعيش الإنسان سعيدا كما تفهم من البيت الثاني؟ كيف يعيش الإنسان سعيدا كما تفهم من البيت الثاني؟ قال لك بأن يتعاون كل البشر فيما بينهم في حب ومودة، ليستمتع كل منهم بحياته. بأن يتعاون كل البشر فيما بينهم في حب ومودة، ليستمتع كل منهم بحياته. طيب ما نتيجة التعاون والمحبة كما تفهم من البيت الثالث؟ ما نتيجة التعاون والمحبة كما تفهم من البيت الثالث؟ قال لك إذا تعاون البشر في ذلك تحولت حياتهم إلى جنة على الأرض، ويعيشون في سعادة. إذا تعاون البشر في ذلك تحولت حياتهم إلى جنة على الأرض، ويعيشون في سعادة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.